أدانت مصر إقرار الكنيسة الإسرائيلية تشريعا يحظر عمل وكالة الأونروا، وأكدت أن دور الوكالة لا يمكن الاستغناء عنه. واعتبرت مصر تلك الخطوة جزءا من سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مجددة رفضها المطلق لكافة الممارسات الإسرائيلية الهادفة لتهجير الفلسطينيين وتصفية حق العودة. وطالبت مصر المجتمع الدولي بالتصدي بصورة حازمة لهذه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية.